السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو توتي، عاملين ايه؟ معاكم ندى احمد، ودي قناة ويلا ندى الايطالي اونلاين. النهاردة ان شاء الله اونيتا جديدة، هندخل على اونيتا 4 البار. اونيتا لطيفة جدا لان احنا هناخد فيها درس جراماتيكا مهم جدا جدا جدا. احنا خدنا قبل كده خلاص البريزنت، وخدنا الافعال المنتظمة والغير منتظمة وهرسناه. فاضل لنا بقى الماضي، هنخش عليه النهاردة. الفيديو النهاردة هيكون عن الباستاتو بروستيمو، عن الماضي، وبعد كده بقى بقية الأونيتا هنكملها في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. فكيس بقى كده ويلا نبدأ. كومين شام. طيب زي ما قلنا عنوان الوحدة هنا البار، في البار، وقلنا البار في إيطاليا زي الكافيه هنا في ديتو، مش بار اللي هو الديسكوتيكا. تمام، كالعادة عندنا أول صفحة دي تمهيدية، بير كومينشاري لكي نبدأ. أوسيرفاتي كويستي فودو، لاحظوا هذه الصور. كوالي أكتيفيتا بريفيريتي، أي من هذه الأنشطة بتفضلوا. فاري الفيني سيتيمانا، إن أنتوا تعملوها في الويك إند. نلاحظ إن فيني سيتيمانا على بعضها بتعتبر نوم ماسكيلة، وبناخد الأرتيكولو إيل مش لا، ما يغركش سيتيمانا وتقول لا، لا إيل فينا سيتيمانا، سيتيمانا الواحدة لا. عندنا هنا كذا نوع من الأكتيفيتا، فار سبيزي يعمل شوبينج، عندري بالاري يروح يرقص، عندري عالتينيما يروح السينما، فار يوناجيتا يعمل نزهة زي إيروس راماتسوتي لما كان بيعمل على لاجو دي كومو، وأخيرا بيري ان كافي أو بتتقال أيضا برندري ان كافي، يحتسي او يشرب او ياخد قهوه. Ascoltate una prima volta il dialogo di quali attività parlano i due ragazzi. اسمعوا الديالوجو وشوفوا انهي اكتيفيتا بيتحدث عنهم او عن يعني انهي انشطه. بقى هنا اكتيفيتا جمع، عشان quali لو كان مفرد، يعني اكتيفيتا لو كان يقصد بيها مفرد كان quale، لكن هو قال quali يبقى هو يقصد اكتيفيتا جمع، كده كده ان هي ما بتتغيرش. فاحنا من الديالوجو هنستنتج هما بيتكلموا عن انهي انشطه من دي. وبعدين هنا اسكولتاتي دي نوفو الديالوجو شيليتي لافيرماسيوني جوستا، يعني حلو بعد ما تسمع الديالوجو. فاحنا هنطنش دلوقتي خالص الديالوجو، هنخش على الحاجات اللي احنا هنتعلمها من كويست انيتا، وبعدين نخش على شرح الباستاتو بروستيمو، وبعدين بقى نرجع نبقى نقرا الحاجات اللي عايزنا نقراها. لان شكرا، لان زي ما احنا تعودنا كده هما دايما ايه بيجيب لنا الحاجة الأول وإحنا نستنتج القاعدة، بس إحنا هنشرح القاعدة الأول وبعدين هنقرأ بقى اللي هو قايله. In questa unità، في هذه الوحدة هنتعلم إيه؟ Impariamo a raccontare، إن إحنا هنحكي. A situare un avvenimento nel tempo، يعني إن إحنا نحط الحدث في الزمن بتاعه مظبوط. A ordinare al bar، إن إحنا نطلب إزاي حاجة في البار، نطلب قهوة، نطلب أي حاجة بتتاكل أو whatever. Esprimere preferenza، ان انا اعبر على عن التفضيلات بتاعتي. Conosciamo il passato prossimo، هنتعرف على الماضي البسيط. Lea verbi di tempo، الظرف بتاع الزمان، احنا خدنا الظرف بتاع المكان او الافيربي بتاعت الواجو، خدناه خلاص في الونتا precedente، هنا بقى هناخد بتاعت التيمبو. Con il passato prossimo، اللي هي عادة بتيجي مع الباستاتو بروستيمو. هناخد كمان لا فيربيو تشي، ده مهم جدا جدا جدا. فالأونيتا دي يعني متلغمة كده حاجات مهمة في الجراماتيكا، لو استوعبناها كويس هنعلي الليفل بتاعنا حبة حلوين. اكشلي يعني لما نخلص الأونيتا دي هنكون تقريبا خلاص بنخلص في ليفلو أونو، فممكن بعد الأونيتا يعني مثلا بعد الخمسة أو الستة نوقف ونحل امتحانات تشيز ليفلو أونو. لو حد مش عارف الامتحانات دي هيبقى يعرف بقى ساعتها ايه الامتحانات دي. اوكي، troviamo informazioni e curiosità sugli italiani al bar e sul caffè. هنلاقي شويه معلومات، curiosità معناها الحرف يعني فضول، شويه معلومات كده وحاجات يعني فضول عن الايطاليين في البار وعن القهوه. طيب يلا نبدا الباستاتو بروستيمو. ده الديالوجو اللي احنا كنا نسمعه فوق، فانا هعمل سكيب دلوقتي. دي اسئله على الديالوجو، سكيب سكيب سكيب. هنا هنكمل الديالوجو بواسطة الباستاتو بروسيمو اللي احنا اوريدي ما نعرفوش، فعشان كده انا ما بحبش الترتيب في هذا الكتاب. برضو اسئله اسئله اسئله. هو هنا يعني بقى فوق هنا
بيسألك انت من رأيك بقى بعد الحاجات دي كلها تعرف بقى الباستاتو بيتكون ازاي، على اساس ان احنا نخمن بقى. وبعدين هنا بيقول لك ايه لا تابيلا، فاحنا هنبص بقى في التابيلا اللي تحت دي عشان نعرف بقى ايه الريجولا نفسها او القاعده بتقول ايه. طب يلا نبدأ. بسم الله. باستاتو بروستيمو، الماضي. اولا انت لازم تكون عارف حاجتين عن اي زمن هنشتغله، الاوزو والستروتورا. الاوزو يعني انا بستخدم الزمن ده امتى، امتى يعني كل زمن وليه حاجات معينه لازم تستخدم فيه، ما بختارش الازمنه كده بمزاجي، فده الاوزو. طيب الستروتورا، الستروتورا اللي هو الشكل او الفورمه بتاعه الفيربو، بيتكون ازاي، النهايات بتاعته هو كومبوست ولا سامبليتش، يعني بيتكون من كلمه واحده ولا كلمتين. طيب الكلمة الأولى دي مثلا إيه والكلمة التانية إيه وهكذا. تمام. طيب نبدأ بالأوزو الأول اللي هو مش كاتبه. الأوزو بتاع الباستاتو يعني بديهي لما تكون بتتكلم عن حاجة في الباستاتو. طبعا في أنواع كتير للباستاتو إحنا مش هنتطرق ليها دلوقتي غير لما ناخدها، بس دلوقتي مثلا أنا بقول أنا دلوقتي باكل تفاحة، هل من الطبيعي إن أنا أستخدم ماضي؟ أنا باكل التفاحة دلوقتي وهقول أكلت تفاحة؟ لأ. لكن لو انا من نص ساعه او حتى من دقيقه او حتى من 3 4 ايام كلت تفاحه، خلاص هو حدث حصل وانتهى. من دقيقه بقى، من ثانيه، من 3 4 ايام، من 500000 سنه، المهم هو حدث وانتهى خلاص، ساعتها استخدم الباستاتو بروستيمو. تمام. يبقى هو ده الفرق بين الباستاتو وبين البريزنت، مش هنهري كتير في النقطه دي لان هي واضحه. كمان لو الزمن بتاع الجمله مش واضح قوي، في شويه افيربي بتدل على الباستاتو، زي مثلا ابسط حاجه ياري، امبارح، الترو ياري، اول امبارح، لانو سكورسو او الميز سكورسو او اي حاجه مع سكورسو يعني الماضي. تمام. السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات، سكورسو اللي فات، عايده بقى على ايه واتيفر. تمام. فيا اما الجمله هتبان من المعنى يا اما هتبان من ظرف الزمان اللي بيعبر عن الماضي. طيب ده كده كان الاوزو اللي مفهوش ان شاء الله مشكله. الباستاتو بروستيمو اول حاجه لازم نعرفها عنه من ناحيه الاستركتورا او الفورما، ان هو تيمبو كومبوستو. كومبوستو يعني مركب، يعني بيتكون من كلمتين مش كلمه واحده زي البريزنت. بمعنى بارلاري مثلا، لو انا هقول انا اتحدث الايطاليه، بارلو ليتاليانو، انا حاليا اتحدث الايطاليه، مش لازم حاليا يعني في اللحظه دي، بس انا عامه في الايام دي او في السنه دي او في الوقت الحاضر، الوقت الحاضر مش اللحظه الحاضر، اقدر ان انا اتكلم ايطالي، عشان كده اقول بارلو ايطاليانو. لكن مثلا عايزه اقول امبارح اتكلمت مع جورجو، تمام، ياري او بارلاتو كون جورجو. سيبكم من الفورمه دلوقتي لسه هنشرحها، بس الفكره ان هو عباره عن كلمتين، او بارلاتو كلمتين، لكن بارلو في البريزنت كلمه واحده. ده الفرق بين تيمبو كومبوستو وتيمبو سمبليتشي، كلمة واحدة يبقى سمبليتشي، كلمتين يبقى كومبوستو. طيب هنتعلم ازاي بنكون اول كلمة، وبعدين هنتعلم ازاي نكون تاني كلمة، وبعدين نبدأ نخش في الغويط اكتر، شوية حالات كده ايه لازم نعرف. طيب هو بيقولك من الاخر يعني سطر هو واحد جابلك الاستركتورة بتاعت الباستاتو بروستيمو ان جنرالي في العموم، بريزنتي دي avere او essere più participio passato. تمام. هو ده كده تكوين الباستاتو بروستيمو، واحده واحده، presente di avere او essere، المضارع من verbo avere او verbo essere، يعني مش الاثنين. avere كان بيتصرف ازاي، او اي ا abbiamo avete hanno، essere sono sei e siamo siete sono. تمام. نبهت كتير على اهميه الفعلين دول من واحنا في الأونيتا انترودوكتيفا تقريبا، لان هما زي ما انتم شايفين كده هيستخدموا في كل الازمنه الكومبوستي. طيب افيري او استري، مش الاثنين. طيب هختار افيري او استري، هو خلاص في المضارع، هختاره مع انهي برونومي، على حسب ايه، على حسب بيتكلم، انا اللي اتكلمت، انت اللي اتكلمت، هو اللي اتكلم، احنا اللي اتكلمنا، انتوا اللي اتكلمتوا، ولا هما اللي اتكلموا، فدي خلاص ما فيهاش مشكله، على حسب البرونومي او الضمير او الفاعل هختار الايه تصريف الفيرب. طيب دي اول جزء، اول كلمه من الباستاتو بروستيمو، مش هسيبها بقى لوحدها، هحط معاها ايه، حاجه اسمها البارتيشيبيو باساتو. تاني، بارتيشيبيو باساتو، بارتيشيبيو باساتو يعني اسم
المفعول من الفعل الأصلي. طيب يعني ايه بقى بجيبه ازاي؟ ده زي ما هو حاطط هنا بمنتهى السلاسة، عندي تلات نهايات للأفعال، مجموعة أولى، مجموعة تانية، مجموعة تالتة. مجموعة أولى آخرها آري، مجموعة تانية آخرها إيري، مجموعة تالتة آخرها إيري. قلنا الكلام ده مفهوش جديد. الجديد إن علشان ده هنا كده كلها فيربي في الإيه، في الإنفينيتو، على الإنفينيتو. طيب عشان أحولها كلها ليه بارتيتشيبي باساتي بعمل إيه؟ القاعدة بتقول البريمو جروبو أو المجموعة الأولى من الأفعال اللي بتنتهي بالمقطع آري بشيل الآري وحط آتو، فبارلاري تتحول لي بارلاتو، دي حفظ تتحفظ. طيب المجموعة التانية بيكون آخرها إيري بشيلها وحط أوتو، ريتشيفري يعني استلم، ريتشيفري بشيل الإيري وحط أوتو تبقى ريتشيفوتو. تمام. طيب المجموعة التالتة ترسو جروبو بيكون آخره إيري بشيل الإيري وحط إيتو، ففينيري ينهي تتحول فينيتو. كده أنا حولت الفيربو من إنفينيتو مصدر لي بارتيتشيبيو باساتو. تمام كده؟ إن شاء الله تمام. يبقى تاني أنا الباساتو بروسيمو عندي بيتكون من حاجتين، حاجة اسمها أوزيلياري، أوزيلياري زي ما مكتوبة هنا أوزيلياري، ده اللي هو الفعل المساعد اللي هو أفيري وإستري. يعني ايه افيري واستري مساعد؟ يعني هنا انا مقصودش معنى استري بمعنى يكون، لا، ولا افيري بمعنى يمتلك، لا، ده لما يكون الفيرب دي برينسيبالي افعال اساسيه، لما انا اقول مثلا اوفنتي دوي عني، عندي او امتلك من العمر سنتين. لكن او بارلاتو تحدثت، مفيش هنا معنى الامتلاك خالص. تمام. سونو بارتيتا انا رحلت، مفيهاش معنى الكينونة او اللي هو انا اكون دي خالص. تمام. طيب فده الاوزيلياري، وقلنا بنختار افيري او استري مش بمزاجنا، على حسب حاجات معينة هنقررها تحت، لكن المهم ان هو بيتصرف في الماضي عادي. وبعدين الكلمة التانية بتكون اسم المفعول او البارتيتشيبيو باساتو، ودي قلنا بنجيبها بان احنا نشيل الاري ونحط اتو، بنشيل الاري ونحط اوتو، بنشيل الايري ونحط ايتو، ودي القاعدة الاساسية، وبرضو ليها شواذ او حاجات irregularity، وخلاص بقى المفروض ان احنا تعودنا على ده من الايطالي، يعني خلاص الايطالي دي حاجات غير منتظمة كتير، فمش هنتخض بقى. osservate la tabella، لاحظوا الجدول، e costruite delle frasi secondo l'esempio، وكونوا جمل زي الاسامبيو. طيب هنا بيقول او بارلاتو دي تي كون جانا، لاحظ هنا الفرق في البريبوزيشن، دي بارلاري دي يتحدث عن، بارلاري كون يتحدث مع، فهنا انا تحدثت عنك مع جانا. طب ليه انا قلت هنا ان هو انا اللي تحدثت؟ عشان هو حاطط او بارلاتو، هي على بعض السطر كده على بعض، او بارلاتو دي تي كون جانا. او بارلاتو ده على طول اللي هو فيربو بارلاري في الباساتو بروسيمو، هنا افيري ملوش معنى الامتلاك خالص، ده مجرد اوزيلياري. او بارلاتو دي تي كون جانا، تحدثت عنك مع جانا. هل انا دلوقتي لسه بتحدث عنك؟ لا، المحادثه خلصت وانتهت. هنا اي مانجاتو لا باستا ال دنتي، باستا ال دنتي دي اللي هي معناها الحرفي مكرونة مش مستوية قوي، اللي هي لسه بتشد كده في السنان شوية. المهم ده نوع تسويت باستا. يعني اي هنا متصرف مع تو، يبقى هل انت اكلت؟ هنا منجاري اخره اري، شلنا الاري حطينا اتو بقت منجاتو. اي منجاتو لا باستا ال دنتي، هل انت اكلت الباستا ال دنتي؟ طيب هنا اري تشيفوتو دوه كارتوليني، مش راضي يتحدث خالص. اري تشيفوتو مين؟ هي او هو، لانه مصرف مع ترسا بيرسونا سينجولاري. استلم لان ريتشيفري يعني استلم، اخره ايري شلناها وحطينا اوتو، بقى اري تشيفوتو دوه كارتوليني، زي ايه، ظرفين كده او علبتين. هنا متصرف مع نوي ابيامو فندوتو لا فيكيا كازا، فندري يعني بيع، حتى لو انا مش عارفه الفعل الاصلي، طالما هو حطولي اوتو يبقى انا عارف ان اوتو دي بتتحول للمجموعه الثانيه، فهي كان اصلها ايري فهي فندري.
فيندر يعني بيع، احنا بعنا البيت القديم، فاكيا قديم عكس نوابة. فهل احنا بنبيعه حاليا؟ لا، احنا اوريدي خلاص بعناه، عشان كده استخدمنا ايه؟ الباسفار. avete capito il dialogo؟ هل انتم لان هو مصرفنا مع voi، فهمتم، لان capire يفهم، il dialogo هل انتم فهمتم الديالوجو؟ hanno يبقى loro، هم dormito molte ore، molte ore ساعات كتير، هم ناموا ساعات كتير. هل هم نايمين دلوقتي؟ لا، هم خلاص صحيوا، عشان كده عاملينه في الباساتو. لو هم نايمين دلوقتي هقول dormono، هم لازالوا نايمين. hanno dormito، جبت الأوزيلياري وجبت الparticipio passato، عملت passato prossimo، يبقى ده كده هم خلاص ناموا وصحيوا، بالفعل حصل وانتهى. طيب نحل الاسيتيو ده. un anno fa، طب نوصع اسامبيو الاول. ياري امبارح، هنا حطت كلمة تدل على الماضي. io ho mangiare، ده هنا في الانفينيتو، في الانفينيتو عايزين بقى نحوله. la pizza، حولها ازاي؟ ياري او، عشان هو قايل مع io، او مانجاتو، شلنا الار وحطينا اتو لان هي معقولة والقاعدة بتقول ار تتحول اتو. لا بيتزا، ياري امبارح اكلت البيتزا. هنعمل كده في كل دول. uno un anno fa io ho visitare san pietro. san pietro ده مكان، لان اصلا ده مايوسكولا وده مايوسكولا، يبقى ده مكان اسم حاجه، كنيسه بقى، شارع، مش هنهتم يعني. un anno fa دي صيغه بتدل دايما على الماضي، وعايز افرق هنا بين fa وده. يعني مثلا لو انا عايز اقول da un anno او un anno fa، الاثنين بمعنى منذ سنه او منذ سنه برضو. ايه الفرق بين الاثنين عشان الناس بتتلخبط في النقطه دي؟ دا اولا دا بتيجي قبل الزمن، يعني اقول دا اون ان، لكن فا زي ما احنا شايفين في الاكزامبل هنا بتيجي بعد التيمبو او بعد الزمن، اون ان فا. طيب الفرق بقى في المعنى، ان دا اون ان بتيجي في البريزنت بس، ما ينفعش اجيبها في الباساتو بروستيمو ولا اي نوع باساتو. ليه؟ لان هي معناها ان انا بدات من سنه او من المده اللي هو حاططها بس لسه ما خلصتش. يعني انا مثلا studio l'italiano da 4 anni، انا بدرس الايطالي من 4 سنين او منذ 4 سنين. هل انا بطلت اذاكر ايطالي؟ لا، انا لسه بذاكر لحد دلوقتي ايطالي، فما ينفعش اقول un anno fa طالما في المضارع ولسه الحدث ما انتهاش. انا بدات من زمان او من فتره مضت، لكن الحدث لسه مستمر ما خلصش، يبقى انا كده في البريزنت، يبقى اقول da un anno. mentre invece بقى على العكس، هنا un anno fa سان باولو، زرت المكان اللي اسمه سان باولو، انا خلاص اوريدي زرته والحدث خلص وانتهى وانا دلوقتي في مكان تاني، يبقى كده في الماضي. un anno fa دي بقى بتاعت الماضي، تمام؟ ده الفرق بين الجملتين. يعني لو انا قلت un anno fa ho studiato l'italiano، يعني انا من سنه ذاكرت الايطالي، طالما استخدمت un anno fa مش دا اون انو، يبقى انا ذاكرته وخلصت مذاكرته بقى وخلاص، بقيت يعني بقى ايه تشيدوه، الليفل بتاعي بقى تشيدوه، خلاص بطلت اذاكر ايطالي، او مثلا وقفت وبطلت اذاكر عامه، يعني المهم ان الحدث يعني انتهى خلاص. لكن دا اون انو ستوديو الايطاليانو، يعني انا لازلت حاليا بذاكر الايطالي، تمام؟ فده من ناحيه المعنى. من ناحيه الجراماتيكا، اون انو فا اولا فا بتيجي بعد السنه او بعد التيمبو مش قبله زي ده، و فا كمان بتاعت الباساتو، لكن ده بتاعت البريزنت. هنا عندنا io vuoi visitare. طيب io دي بتقولي ان الاوزيلياري هيتصرف مع io. طيب الاوزيلياري هنا هنمشيها avere، وهنعرف الفرق بين avere و essere دلوقتي، بس هنا avere، تمام، avere هنصرفه في البريزنت مع io او. طيب visitare عايزين نجيب الparticipio passato منه، هنعمل ايه؟ هنشيل الآري ونحط أعطو، تبقى فيزيتاتو، هنركبها مع أو تبقى أو فيزيتاتو، مش لازم بقى أحط إيو لأن هي أفيري متصرف مع إيو، فهو واضح إن هو إيو. يبقى أون أنو فا أو فيزيتاتو سان بيترو. كارلا إي بينا،
كارلا وبينا مالهم اشتغلوا فينو على تشينكو. يبقى الساعة دلوقتي عدت 5، فهم اوريدي اشتغلوا لحد الساعة 5 وخلاص الوقت عدى وهم مش يوصلوا الشغل، عشان كده في الباسات فينو حتى الساعة كذا. طيب لافوراري الاول هنصرف الاوزياري اللي هو افيري مع ايه؟ مع لورو. ليه؟ عشان كارلا وبينا المفروض بقى نحفظ ما نكلمش الحاجة دي تاني. انو افيري مع لورو يبقى انو. طيب لافوراري هنشيل الاري ونحط اتو تبقى لافوراتو. لافوراتو يبقى انو لافوراتو فينو على 5. نفس الكلام بقى هنا في كله. فيندري مثلا هنا دوي جورني فا جوليا، يبقى هنا الفاعل جوليا ا فندوتو. هنا دوفي هنا بقى ليتيا وفيرجول يبقى هنا تو. اي كومبراتو هنا فوي يبقى افيتي بنساتو. تمام. فالجراماتيكا انت مش لازم تكون عارف معنى الكلمات، المهم انت تعرف تطبق القاعده. تمام. او زياره يستر ايه بارتيسيبي باساتو. بصراحه انا حاسه ان ده هيكون صعب عليكم، انا كنت يعني عايزه اشرح القاعده كلها في الفيديو ده، فمتهيألي هيبقى صعب. فاحنا نطلع دلوقتي للديالوجو نسمعه ونشوف معناه ونحل الاسئله اللي عليه، وبعدين بقى نبقى نشوف لو فضل معانا وقت ناخد الجزء بتاع استر، لو ما فضلش نكمله في الفيديو الجاي. طيب بصراحة كده انا رجعت في كلامي، لان بصيت كده على الكتاب لقيت الاونتات تقيلة، فلو احنا خدنا ده النهاردة بس فالفيديوهين التانيين هيبقوا تقال زيادة عن اللزوم. فبصراحة احنا هناخد الديالوجو وبعدين هنرجع نبص على نقطة زيادة كمان، اللي هي ايه الافعال اللي بتستلزم ان احنا ناخد معاها الاوزياري استري، عشان تلحقوا تذاكروهم وتحفظوهم لحد الفيديو الجاي ناخد جزء شاذ جديد اللي هو بقى بتاع البارتيسيبي باساتي الريجولار. تمام. مع تكملة بقى بقية محتويات الأونيتا طبعا، لأن احنا الأونيتا مش بس باساتو بروسيو. طيب يلا نبدأ. كومي اي باساتو الفين سيتيمانا، ازاي قضيت الويك اند؟ ليجيتي اسكولتاتي التستو، ايرو استمعوا الى التستو بير كونفيرماري لا ريسبوستا للاكتيفيتا بريسيدنتي، عشان تأكدوا اجابتكم للاكتيفيتا بريسيدنتي اللي هو الايه النشاط السابق. هنقرا الاول ونفصص وبعدين نسمع، يا رب يعني افتكر ان انا اشغل لكم الايه الاسكوت. طيب انسو بيقول تشاو ليديا كومي فا، قلنا كومي فا زي كومي ستا، عامله ايه يعني الدنيا معاكي عامله ايه. نون شي مالي يعني مفيش حاجه وحشه. جراتسيا اتو ابستانسا بيني، هنا عندنا طريقتين مش لازم نقول بيني، لو انت يعني مفيش حاجه وحشه نون شي مالي، او ابستانسا بيني بتساوي بالظبط كوزي كوزي يعني نص نص. allora come hai passato il fine settimana، ها قول لي بقى انت قضيت الويك اند بتاعتك ازاي. ما niente di speciale، niente لا شيء، di speciale جديد، ولاحظ ان هو ما قالش niente speciale، لا niente di speciale. اوكي speciale مميز، فهو ما يقصدش جديد، فما قالش niente di nuovo، لا niente di speciale مفيش حاجه مميزه. le solite cose الحاجات المعتاده، cose جمع cosa اللي هو شيء الاشياء، solite دي الادجكتيفو بمعنى المعتاده، زي ما كنا بنقول di solito بتساوي spesso، di solito يعني عاده، solite او solita دول بقى ايه ادجكتيفو. e dai racconta يعني ها يلا بقى احكي، ركنت هنا متصرف في زمن لسه ما اخدناهوش اللي هو الامر، معنى ها احكي بقى. دونكو ها دونكو اللي هو معنى اذا، احنا خدناها المفروض بقى في الاونيتا اللي فاتت اللي هو بير اسبريمري كونسيكوينسا، بس احنا هنا ما بنتكلمش على كونسيكوينسا، انا بس يعني بيفتتح الحوار وخلاص. اذا طالما انت عايزاني احكي هحكي يعني. سابتو سونو انداتا كون جانا ان سنترو، يوم السبت رحت مع جنة وسط المدينة. الباستاتو بروسيمو هنا فين؟ سونو انداتا. طيب ايه ده بقى؟ ليه مستخدم اوزيلياري استري؟ وليه؟ هو هنا انداري اخره اري، فالمفروض نشيل اري ونحط اتو، ليه هنا حاطط اتا؟ اتا دي جت منين؟ ده اللي هنعرفه، عشان اوزيلياري استري ليه حالات مختلفة عن افيري.
فاحنا لازم نعرف ايه الحاجة المختلفة في اسبري عن افيري، وايه اللي يخليني اختار اسبري او افيري مع الفيرب. افاري سبيزي، بغرض ان احنا نعمل شوبينج. بوي، ثم. ابيامو، بيفوتو، هنا بقى تبع القاعدة اللي احنا قلناها عادي، اللي هو بيفيري، عشان لا هو اصلا بيري بس هو في الفاء الاصلي، الفعل الاصلي من يشرب بيفيري، بعد كده بسطوه بقى بيري. فلما بيجوا يطبقوا قاعدة البارتيشيبي باساتو بيطبقوها على الفعل الاصلي اللي هو بيفيري، فشالوا الايري حطوا اوتو بقت بيفوتو، بس محدش يستخدم بيفيري ده خالص، اسمه بيري بس. ابيامو بيفوتو، اون كافيه، شربنا قهوة. الانتيكو او انتيكو كافيه جريكو، هنا معنى الحرفي قديم، كافيه قهوة، جريكو يوناني، الكافيه اليوناني القديم، بس هنا كلهم حروف مايوسكولا، اذا ده اسم الكافيه. افيرسو لينوفي، وعلى حوالي الساعة 9، يعني مش 9 شارب، انا مش متأكد هو مش 9 بونتو، يعني حوالي الساعة 9 كده اللي حصل. سيامو عنداتي ا مانجاري اونا بيتزا، رحنا اكلنا بيتزا، اكلنا هنا برضو استخدم استري واري، اللي كانت اعتى فوق بقت اعتى هنا، بيلعب بمزاجه. المهم هنعرف ليه. اونا بيتزا، اكلنا بيتزا كون ديلي اميتشي، ديلي هنا اللي هي ايه، ارتيكولو بارتيتيفو، شرحناها قبل كده تقريبا في الاونيتا بريتشيدنتي، مع بعض الاصدقاء. ياري، وامبارح. ياري نيانتي، امبارح ما عملتش حاجة. سونو عنداتا دا اونا ميا كوليجا، كوليجا بمعنى زميلة، انداري دا عشان اونا ميا كوليجا، مش هنتكلم بقى تاني في البريبوزيسيوني. سونو عنداتا، ذهبت، ده الماضي. بعدين ابيامو شيناتو، اتعشينا. ايه ابيامو جوارداتو اون فيلم، وشاهدنا فيلم. in تلفزيوني، في التلفزيون. ب دي ملهاش معنى، ده صوت كده خلاص. non è stato tanto divertente، ما كانش ممتع قوي. ما هنا ما بيتكلمش على الفيلم، هو بيتكلم عن الفيلم، كان قال interessante، divertente يعني ما استمتعتش قوي بوقتي عامه، يعني devo dire، يجب عليا ان انا اقول كده، زي ما استخدمنا اسبريسيون تاني بيقول أديره لا فيريتا، عشان اقول الحقيقه وعشان اكون صريح، هنا يعني برضو لازم اقول لك ان ايه ما استمتعتش قوي بصراحه. يعني comunque، باي حال او ها whatever، يعني sono rimasta fino a mezzanotte، rimanere اللي هو يظل، sono rimasta، ظللت او بقيت هناك، fino a، احنا قلنا بمعنى حتى، mezzanotte منتصف الليل. ايتو، وانت cosa hai fatto di bello، هنا hai fatto ده برضو passato prossimo، لو حد يجي يقول لي fatto ده اللي هو ايه، احنا ما فيش ده لا اتو ولا اوتو ولا ايتو، ده الماضي من fare، ده ماضي يعني، ده قصدي participio passato من fare، ده احد participio passati irregolari، لسه هناخدهم في الفيديو اللي جاي. اي لا هنا ايه، cosa hai fatto di bello، عملت ايه جميل، او حاجه دي جميله مش شكلا يعني، بمعنى divertente اللي هو ممتع. sei uscito con i ragazzi alla fine، هل خرجت مع الاولاد في النهايه، alla fine في النهايه. sei uscito، خرجت، هنا برضو مستخدم essere، وهنا uscito عادي مش مغير النهايه زي ما كنا متعودين فوق. المهم تسيبوش الاحداث هناخده دلوقتي. سي sabato sera، يوم السبت مساء، siamo andati in discoteca، برضو ده الباساتو بروستيمو، استخدم essere ومغير النهاية، بدل ما هي اتو خليها اتي. in discoteca، رحنا الديسكو. abbiamo ballato un sacco، رقصنا كتير، ده الباساتو بروستيمو، abbiamo مع noi، والبارتيشيبيو الباساتو من ballare يعني يرقص. un sacco، un sacco بمعنى molto، كتير قوي، رقصنا كتير قوي. e siamo tornati dopo le tre، بعد الساعة 3، طبعا هنا 3 الفجر او صباحا يعني. siamo tornati، هنا برضو الباستاتو بروستيمو، برضو مستخدم استر. طيب ننزل ننزل ننزل،
Allora, ieri non sei uscito. يعني انت امبارح ما خرجتش لانه هو قال لها انه خرج السبت بالليل. امبارح بقى ما خرجتش. Immagino, immagino ده اللي هو فيربو immaginare يتخيل. يعني طبعا ما اقصدش يتخيل حاجات اللي هو كأنه شايفها بعينه. لا بمعنى اتوقع يعني. بس اتوقع مش هنترجمها بقى يعني مش هناخدها ترجمة حرفية اتوقع. وقول مثلا penso او credo او كده لأ هنا ايه قال immagino. وهيقول لها invece sì. invece sì ده لما حد يسألك على حاجة والحاجة دي تطلع غلط فانت تقول له لا العكس. فدي صيغة لا هو انت امبارح قلت لا مش عارف انت امبارح خرج زي ما هو قال هنا انت امبارح ما خرجتش صح لا فانت عايز تقول لا العكس خرجت فالصيغه دي بتتقال invece sì. nel pomeriggio وقت العصر كده او بعد الظهر sono andato da Paola sono andato برضو ده هو ال participio passato هنا sono andato da Paola e a guardare هنا a لكي guardare la TV عشان نشوف التلفزيون او نتفرج على التلفزيون او مش عارفه ليه الاسرائيليين بيروحوا لبعض عشان يتفرجوا على التلفزيون يعني comunque verso le 8 على حوالي الساعة 8 كده però però ده اللي هو حاجة عكس حاجة يعني احنا كنا بنتفرج على التلفزيون هنعمل حاجة تانية بقى فهنا برو معنى لكن بس مش معنى لكن قوي اللي هو هنعمل حاجة تانية يعني خلاص لي هي ا avuto ده الماضي من فيربو avere نخلي بالنا بقى من النقطة دي avere احنا كنا كل ده بنستخدمه كأوزيلياري من غير معنى الامتلاك هنا بقى هو الفيربو في الأوزيلياري وهو الفيربو principale فهنا ما حدش يقول لي مثلا avere في الباستاتو يبقى آه زي ما هو لا ده كده في البريزنت طيب في الباستاتو هعمل ايه هاخد اوزيلياري اوزيلياري هصرفناه في البريزنت اهو مع ثيرد بيرسون عشان هو حاطط لي اه طيب الفيرب برينسيبال هو ايه هو افيري برد اخره ايه ايري عشان احط اوتو تبع القاعده كده جبت البارتيسيبيو باستاتو بقت ا افوتو تمام امتلكت او كان عندها ليديا دي انداري السينما فكره الذهاب الى السينما يبقى احنا كنا بنتفرج على التلفزيون فجأة هي جات لها فكرة ان هي ان احنا نروح السينما جات لها فكرة افيري اونيديا او افيري ليديا ما اقولش جات لها واقوم بقى برضو مترجمها حرفي لازم نعرف الحاجة بتتقال ازاي في الايطالي وبتتقال ازاي بالعربي مش هاخد اللغة بتاعتي اترجمها للايطالي لا لازم اعرفها هي في الايطالي بتتقال ازاي اكوزي وهكذا سيامو اوشيتي برضو ده الباستاتو بروستيمو خرجنا ان جران فريتا ان فريتا على عجل او بتعجل بسرعة جدا جران اختصار جراندا ساعات لما بتتحط كده بيختصروها كده بتبقى جران في عجالة بنسا كي هنا بنسا اللي هو فيربو بنساري هو بيكلمها قدامه فالمفروض تتصرف مع تو بس هو هنا برضو مصرفها في الامبراتيفو اللي هو الامر لسه ما خدناهوش بنسا كي تخيلي او فكري كي سيامو انتراتي برضو ده الباستاتو بروستيمو ان احنا دخلنا ان سالا سالا دي اللي هي زي بالعربي صالة العرض بتاعت السينما un minuto prima dell'inizio del film لكي ان تتخيلي ان احنا دخلنا صالة العرض قبل الفيلم بدقيقة واحدة un minuto يعني دقيقة واحدة دي بقى مش articolo determinativo indeterminativo ده هنا معنى واحدة un minuto prima قبل prima دي وده مجنى دي مع الارتيكل بقى الدل prima dell'inizio del film داي بجد يعني ايه un file settimana intenso intenso كثيفة ليه خليناها الادجتيفو دي maschile لان قلنا file settimana maschile والارتيكل هي maschile un file settimana intenso insomma insomma دي بمعنى باختصار يعني كان عندك ويك اند كثيفة او مليئة بالاحداث تمام ب سي ايوه فاهمك حق ما انك divertente لكن كمان ممتعة intenso لكن ممتعة طيب نخش بقى على طبعا دي اسئلة انا بصراحة مش يعني مش مهتمة ان انا احلها leggete اقروا assumete i ruoli di Lidia e Enzo يعني احنا قلنا assumere i ruoli يعني ادوا ادوار ليديا وانسو ليجيتي الديالوجو وقروا الديالوجو حد يعمل ليديا وحد يعمل انسو وقروا الديالوجو سوا
وهنا ريسبوندات على الجومانتي، ودي بقى اسئله سهله ما فيهاش حاجه، احنا حلنا زي كتير قبل كده. اسئله عن الايه الدوماند اللي فوق دي. طيب انا افتكرت دلوقتي والحمد لله، عايزين نسمع الديالوج عشان اسكولتو عشان ننطق صح. فاسكولتيامو، وبعدين نخش على اخر حاجه في الفيديو بتاع النهارده اللي هو امتى استخدم استري وامتى استخدم افيري، والاهم ايه التغييرات اللي بتطرأ على الفعل لما ياخد اوزيليارا استري في الباساتو بروسيمو. Unità 4. Al bar. Per cominciare. 2. Ciao Lidia, come va? Non c'è male, grazie. E tu? Abbastanza bene. Allora, come hai passato il fine settimana? Ma, niente di speciale. Le solite cose. E dai, racconta. Dunque, sabato sono andata con Gianna in centro a fare spese. Poi abbiamo bevuto un caffè all'antico caffè greco. E verso le 9 siamo andate a mangiare una pizza con degli amici. E ieri? Ieri, niente. Sono andata da una mia collega. Abbiamo cenato e abbiamo guardato un film in televisione. Beh, non è stato tanto divertente, devo dire. Comunque, sono rimasta fino a mezzanotte. E tu? Cosa hai fatto di bello? Sei uscito con i ragazzi alla fine? Sì, sabato sera siamo andati in discoteca, abbiamo ballato un sacco e siamo tornati dopo le 3. Allora, ieri non sei uscito, immagino. Invece sì, nel pomeriggio sono andato da Paola a guardare la TV. Verso le 8 però lei ha avuto l'idea di andare al cinema e così siamo usciti in gran fretta. Pensa che siamo entrati in sala un minuto prima dell'inizio del film. Dai! Un fine settimana intenso, insomma. Beh, sì, ma anche divertente. ليه بقى احنا بنسمع الاسكولتو؟ لكذا سبب. اولا ودانا تتعود على الايطالي، يبقى كلام ما يبقاش على الورقه بس. لو انت سمعت حد ايطالي بينطق الكلمات اللي انت عارفها او الجمل اللي انت عديت عليها قبل كده تعرف تفهمها، ما تكونش مركز مع المخ بس ودانك منفصله عن مخك، لازم ودانك تكون بتسمع الايطالي ومخك فاهمه في نفس الوقت. طيب السبب الثاني ان احنا نتعلم القرايه كويس، احنا خدنا القواعد لكن سنسا براتيكا، من غير ما براتيكا اللي هو تمارس اللغه فعليا مش هتعرف تقرا كويس. ودول انا شفت نماذج كتير للناس دي بتتعلم وبتتخرج من الكليه وبتدرس اللغه وترجع ما بتعرفش تقرا. ليه؟ لان هي ركنت الايطالي او ما قريتش كتير. فما تقعش في الغلطه دي، هتقرا وتسجل لنفسك وبعدين ترجع تسمع الاسكولتو وتتاكد ان انت بتاكد الاسكولتو بتقلد الاسكولتو من ناحيه نطق الحروف ومن ناحيه كمان الجمل بتقف فين، بتقف زي ما هو بيقف يعني بتقول داي وتقف كده وتقولها بنفس النبره وبعدين تكمل الجمله وتقف عند الفيرجولا وبعدين تقف، ولا تقول ايه داي وفين ستيمانا انتنسو انسوما، لا داي وفين ستيمانا انتنسو انسوما. تمام، نركز كده كمان في يعني ادوات الترقيم ونقف مكان ما بيقف ونقلده ونقلد التون وكل حاجه. تمام، الان سندخل على احنا بقى انتوا هتحلوا الاسئله دي ما فيهاش مشكله. هنا هو سؤال على الجراماتيكا بس هو عايزك تبصم يعني من الديالوجو، فانا برضو مش هحله، انت هتاخد الافعال دي هتحطها هنا في النقط دي وهتغشها من الديالوجو، فاحنا برضو هنعمل سكيب. انا هعمل سكيب، انتوا هتعملوا سكيب، انتوا تحلوها وتترجموا الكلمات اللي فيها. ونفس الكلام هنا الاكتيف داتا انتوا هتذاكروه برضو هتحلوه. وكالعاده يعني مش هقول لكم بقى انتوا يعني اللي واقف معايا حاجه يسالني عادي، او حتى مش لازم يكون واقف معايا حاجه، اكتبها في الكومنتس وانا صححها. سيكوندو فوي، من وجهه نظركم كواندو زيامو الباستاتو بروستيمو. هنا بيتكلم عن الاوزو اللي احنا قلنا في الاول خالص لازم نبقى عارفين الاوزو. الاوزو امتى؟ لما يكون اكسيوني باستاتا، بمعنى حدث خلاص مر وانتهى. كومي سي فورما، اللي هو الاستركتورة بتاعت الجملة. ممكن الكلام ده نقوله بالايطالي ازاي مثلا عشان الناس اللي متعرفش تعبر بالايطالي؟ مثلا innanzi tutto dobbiamo sapere che il passato prossimo è un tempo composto, quindi usiamo due parole. La prima parola è l'ausiliare.
cioè il verbo essere o avere congiunto coniugato nel presente, ok? Poi o più il participio passato del verbo principale, ok? بس ده منتهى البساطة. لو عايزين نقول الكلام اللي احنا شرحناه بالعربي ده عايزين نقول بالإيطالي هي دي الجملة. Osservate la prima tabella della pagina successiva. هنا قلنا كلمة successiva اللي هي التالية. هنا بقى دي adjettivo صفة عكس precedente. Precedente سابق, successivo تالي. لاحظوا التابلة في الصفحة التالية واتأكدوا من توقعاتكم أو فرضياتكم ipotesi sulla formazione del passato prossimo. عن تكوين il passato prossimo. تمام, يبقى il verbo formare الكلمة أو النوم أو sostantivo formazione. طبعا إحنا شرحنا التابلة فهننزل على طول على بيو 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 بيو. هنا بقى على طول الأوزيلياري يستلم. بس لا هنا برضو يعني ماشي ناخد دي. يلا لازم تاخدوا بريك دلوقتي. انا انصح بهذا عشان ترجع فاقين. انا شخصيا هعمل بوز وهقوم اريح وبعدين بقى هرجع اشرح لكم الجزء ده. اوكي adesso continuiamo. Osservate la tabella, لاحظوا الجدول ده وكونستروييتي delle frasi orali. كونوا الجمل شفهيا. او زياري هنا بقى essere più participio passato. أول جملة بتقول sono andato أو andata a teatro ieri. أنا ذهبت للتياترو امبارح. sei tornato أو tornata dal lavoro. هل أنت أو أنتي رجعت من الشغل. è entrato a un negozio أو è entrata. هو أو هي دخل أو دخلت في محل. siamo entrati أو entrate un mese fa. sorry, partiti أو partite. إحنا رحلنا من شهر. siete uscite أو usciti l'altro ieri. هل أنتم خرجتم أو امبارح. sono saliti أو salite al quarto piano. هم صعدوا إلى الطابق الرابع. كل ده بقى ايه نستنتج منه حاجتين. ان اللي بيفرق auxiliary essere عن auxiliary avere هي التبعية. يعني ايه تبعية او يعني ايه concordanza؟ يعني نهاية الparticipio passato بتتغير تبع نوع الفاعل, بمعنى الجنرال النومي او جنس الفاعل. بنت على ولد عن ولد هيختلف النهاية. نفس القاعدة بتاعت الأدجتيفي أو بتاعت السوستانتيفي. السوستانتيفي اللي أخره أو يبقى مسكيلة, أخره أ فمينيلة, أخره إي يبقى مسكيلة بلورالي, أخره إي يبقى فمينيلة بلورالي. نفس الكلام ده أنا هطبقه على البارتيشيبي باساتو اللي مع أستري بس. الكلام ده ما بيحصلش في أفيري. بمعنى andare انا هشيل الاري احط اتو وعرفت ان هو بياخد verbo essere كأوزيلياري. طيب هو andato, لو انا ولد انا مصطفى ذهبت للتياترو هقول sono andato. لو انا ندى ذهبت للتياترو انا femmina يبقى هقول sono andata. تمام, نفس الكلام بقى في الثلاثة بتوع المفرد دول سواء مفرد مذكر او مؤنث بغير النهاية. بمشي طبعا القاعدة الأصلية عادي. أري تبقى أتو, إري تبقى أوتو, إري تبقى إيتو. بس الأو دي لو هو مسكيلة, لو فيمينيلة بحولها أ. تمام, نفس الكلام بقى على التلاتة البلورالي اللي تحت بس هنا بقى إي أو إيه. الإي يعني سيامو بارتيتي لو إحنا مجموعة ولاد رحلنا. لو إحنا مجموعة بنات هنقول سيامو بارتيتي. برضو بارتيري مجموعة تالتة أخرو إيري, بشيل إيري أحط إيتو. طب ما سيبهاش ايتو لان احنا جمع مذكر او جمع مؤنث فاحط ان هي بتاعة النوع بتاعنا. تمام, نفس الكلام اوشيتي او اوشيتي, صليتي او صليتي.
فدي اول حاجة نستنتجها ان الافعال اللي بتاخد اوزيلياري اسري بتاخد حاجة اسمها تبعية اللي هي بغير الاخر حرف في البارتيتشيبيو باساتو او بغير الديزينانسا بتاعة البارتيتشيبيو باساتو سيكوندو او تبعا لجنرال دل نومي او دل سوجيتو اللي هو نوع الفاعل او الجنس بتاع الفاعل تمام. طيب تاني حاجة بقى هنستنتجها ان كل الافعال دي افعال حركة وكلهم واخدين استرا اندار يذهب تورنار يعود انترار يدخل عكسها اشير يخرج بارتير يرحل صليرة يصعد كلها افعال فيها حركة كبيرة. هو محدش يأوفر ثينكينج ويقول لي ما انا مثلا لما باكل او بتكلم كل دي حاجات فيها حركة. مش ده يا فقيك اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم عن حركة كبيرة من مكان لمكان. يرحل من دولة لدولة. يخرج من مكان لمكان. يصعد مثلا. كان في الشارع صعد المترو. صعد للطابق الرابع زي ما هو قال هنا. افعال فيها حركة كبيرة. يبقى الاستنتاج التاني من التابلة دي. ان كل افعال الحركة بتحتاج او زيارة استرة. طب دول بس اللي بيقعدوا استرة؟ لا لسه في تابلة كبيرة دلوقتي هناخدها بس الاول نحل الاكسرسايز الصغير ده. لستات سكورسا دي كلمة سكورسا اللي احنا قلناها في الاول من الافيربي بتاعة التيمبو بتاعة الباساتو. اي حاجة سكورسا او سكورسو او سكورسي او سكورسي دي معناها الماضي. فهنا بيقول الصيف الماضي ذهبنا لمكان اسمه امالفي. طيب يلا بسم الله. أنداري من أفعال الحركة وهو جايبها هنا في التابلة فهنستخدم أوزيلياري إستري. طيب هنا بيقول البرونومي نوي يبقى إستري مع نوي يبقى سيام. طيب أنداري مجموعة أولى هنشيل الآر نحط آتو سيامو أنداتو. إيه الغلط اللي هنا؟ إن إحنا سايبين الفعل آخره أو أو البارتيتشيبي باستاتو آخره أو وإحنا أول حاجة إحنا جمع إحنا نوي وده كده بتاع الاو ده ماسكيله سينجولاري فاحنا اللي ذهبنا. طيب لو احنا اللي ذهبنا بنات هقول سيامو انداتي. لو احنا اللي ذهبنا ولاد هنقول سيامو انداتي تمام. وهنا مش موضح نوع النوي يعني بس يهم ايه هي يتم ايه سيامو انداتي او سيامو انداتي. انداتو غلط خالص. طيب دوه ياري امبارح باتريتسيا البنت اسمها باتريتسيا نون هنا أشيرة مخرجتش من البيت. أشيرة برضو من الأفعال اللي بتاخد استرة هنحط من السوجيتو أو من الفاعل باتريتسيا يعني لاي هنقول نون ا أشي أخيرة هنشيلها وتبقى إيتو أشيتو هنسيبها أشيتو لا لأن باتريتسيا في المنيلة تبقى non è uscita di casa. فهمت الفكرة؟ هنا partire عايد على استفانية هنقول è partita. هنا tornare يعود عايد على a che ora casa ieri notte ya Carla برضو femminile هنصرف الverbo مع tu sei tornata تمام؟ سي نون سباليو لو انا يعني ما اخطأتش هنا سبالياري يخطئ سي نون سباليو يعني انا اللي اخطئ. انا اوصل على الساعة 9 ان بونتو هنا قلنا فيرسو لو قال فيرسو لي نوفي حوالي الساعة 9 لكن قال لي نوفي ان بونتو اللي هي 9 شارب زي ما نقول بالانجلش او 9 بالضبط بالدقيقة. arrivare هيبقى مع ايو sono arrivato لو انا نومي ماسكيلي او لو انا مذكر لو انا بنت هقول sono arrivata برضو هنا مش موضح لكن في السياق تاني يعني هيبقى واضح. طيب اخر حاجة بقى بس هي ثقيلة للأسف هنعمل سكيب بس هو اذا شفتوا ده انا هقولكوا بتعمل فيه ايه وانتوا اشتغلوا مع نفسكم. هو مشكلته انه مش واضح قوي. هو هنا بيقول اعملوا زي الامثلة دي ده agente di polizia اهي agente di polizia يعني ضابط شرطة ماله وده شخص متهم يتهم حد يعني ايه او يشك في حد يعني ايه suspettare هنا متصرف suspettare يشك في حد. فهو الضابط ده عنده قضية بيشك في الشخص ده
بيبص على الاجنده بتاعته، اجنده اللي هي دي اللي هي بالعربي زي ما بنقول برضو اجنده عادي، هيبص على الاجنده بتاعته هيشوف المكتوب فيها ايه وهيبدا ان هو ايه يقوم بالتحريات بتاعته. من الاخر يعني عايزك ان انت تقرا الافعال دي اللي هي في الانفينيتو وتحولها للباستاتو، بس هي مش واضحه يعني. انا مثلا اندري على اليونيفرسيتا، بارلاري كون مش عارفه، مانجاري على منسا مثلا، انسيامي على جينو، incontrare fulan, andare da dal dentista, chiamare fulan per parlare del test. هنا تيست بمعنى ازامه اللي هو امتحان، دي كلمه انجلش. هتقولي تيستو يعني امتحان، تيستو يعني نص، تيست لا بارولا انجليزي الكلمه الانجليزيه هي اللي يعني امتحان، لكن امتحان بالايطالي يعني ايه؟ ازامه. هنا studiare، هنا مش عارفه ممكن انكونتراري نينا برضو. فانتوا هتمسكوا كل الافعال في الباستاتو دي تحطوها في، قصدي هي في الانفينيتو دي تحطوها في الباستاتو، وحطيت لكم كمان الازمنه. فانتوا بقى كمان هتحطوا مثلا alle dieci مثلا، ايه dieci alle dieci dieci مثلا sono andato all'università، تمام، وهكذا تكونوا جمله كامله بقى. برضو عايزين تحلوها اكتبوها في الكومنتس وانا هصححها، كل ما تحلوا اكتر كل ما هتستفيدوا. Osservate, ho incontrato Nina. Sono andato dal dentista. يعني هنا استخدم ausiliare avere، هنا استخدم ausiliare essere. يقولك بقى من وجهة نظرك ده كي كوزا، على أي شيء. Dipende، يعتمد. الفعل يعتمد على dipendere da، يعتمد على. نخلي بالنا من البروبوزيشن اللي بيجي معاك ده، ما تقولش على بالعربي يبقى سو بالإيطالي. Dipende da، ما تترجمش العربي لإيطالي. اللهجات بتختلف، شوف الكلمة بتتقال ازاي في الإيطالي، ما تترجمهاش من لغتك، اللهم بلغ. لا شيلتا دالأوزيلياري، على أي شيء بيعتمد اختيار الأوزيلياري. شاليري يختار، اختيار لا شيلتا. أوسرفاتي لا تابل، هو بقى الحمد لله جايبهم لك واضحين. حاجات بتاخد أسري، حاجات بتاخد أفيري، حاجات بتاخد أسري وأفيري، بس احنا مش هنشرح اللي بياخدوا الاتنين النهاردة ولا نشرحهم، نشرحهم هي التابلة دي خلاص ونقفل. بسم الله. A prendono come ausiliare il verbo essere. احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا مش هنشوف اللي بياخدوا essere ونشوف اللي بياخدوا avere ونحفظهم، احنا هنحفظ اللي بياخدوا essere واي حاجة تانية غيرهم هتاخد avere. امين؟ امين. واحد، molti verbi di movimento. عفوا سكوزي بقى. movimento يعني حركة، ودي اللي احنا لاحظناه في التابلة اللي فاتت. movimento الكثير من أفعال الحركة، زي andare venire، andare يذهب، venire يأتي، partire يرحل، tornare يعود، entrare يدخل، uscire يخرج. هنا لاحظوا الفيرب ده ritornare اللي هو tornare لوحده، وبعدين حطنا له الر اي، قلنا الر اي لما بتتزود على أي فعل بتبقى بمعناه مرة أخرى، أو بمعنى دي نوفو، يعني أكنه بيقول تورناري دي نوفو، يعود مرة أخرى. يعني أنا كنت في النيجوتسيو في المحل، وبعدين خرجت روحت مكان، وبعدين رجعت النيجوتسيو مرة أخرى، فأنا كنت أوريدي في النيجوتسيو وبعدين رجعت له. فهنا عشان كده استخدم دي تورناري. عامة ده فرق بسيط قوي يعني، قلت أقول لكم بالمرة، لو ما فهمتوش عادي مش مشكلة. هنا دي انتراري يدخل مرة أخرى. جونجري، جونجري بمعنى يصل، زي arrivare، تمام. وarrivare برضو معانا من الافعال دي، مش عارفه اكتبها، لا ما اكتبهاش، فarrivare كمان معانا. طيب هل انا هحفظ ان اول حاله في الحاجات اللي بتاخد verbo essere او auxiliare essere افعال الحركه واسكت واقول لنفسي كده اي فعل فيه حركه؟ لا. ليه؟ لان حضرتك لسه مبتدئ، ودي مش اهانه، ده الطبيعي. فانت ممكن زي ما قلت اوفر ثينكينج، وتقعد تقول طب انا وانا باكل ده حركه، وانا بتكلم ده حركه، وانا لا مش كده، افعل الحركة حركة من مكان لمكان. فانت هتعمل ايه؟ هتحفظ الازام دي كمان. معلش اتعب شوية، ليه بقى؟ لان انت لو كروت التابلة دي هتكروت كل التمبي كومبوستي بعد كده، لان احنا عندنا يعني ازمنة مركبة كتير غير الباستاتو بروستيمو. تصريف الفعل بيختلف شوية، بس هو نفس الفكرة، ان انت بتستخدم اوزيلياري استري او افيري ومعاه بارتيتشيبي باستاتو. فانت لو طنشت الاوزيلياري امتى بياخد استر وامتى بياخد افيري، انت مش بس هتوقع الدرس ده، انت هتوقع الدرس ده واي زمن كومبوستو بعد كده. نفس الكلام على بارتيتشيبي باستاتو، لو طنشت
البارتيشيبيو باستاتو irregulare ما حفظتوش دلوقتي، هترجع تاني تبوظ البارتيشيبيو باستاتو في كل التيمبي كومبوستي. تمام؟ فالدرس ده يتحفظ يعني بيتسأل ازاي عن ظهر قلب ظهر النار، يعني حاجة احفظها جامد جدا يعني. فانت هتقول لنفسك افعال الحركة بتاخد اوزيار اسم، ايه هم افعال الحركة؟ andare, venire, partire, tornare, entrare, uscire, ritornare, rientrare, giungere، كمان arrivare. هل هم دول كده بس؟ لا، وانت بتحل هتيجي تحط افيري هتكتشف ان الموقع بيصحح لك ان هو اسر، هتحفظ ان خلاص الفيرب ده بياخد اسر. تمام؟ due molti verbi di stato in luogo عكس بقى movimento. stato in luogo بمعنى البقاء في المكان، زي stare, rimanere, restare، التلاتة بمعنى يبقى او يظل. انا امبارح فضلت قاعد في البيت، فضلت دي او بقيت في المنزل دي stato in luogo، تاخد auxiliare essere. طيب اللي جاي دي ممكن تلخبط شويه. alcuni verbi intransitivi، يعني ايه intransitivi؟ اللي هي بالعربي او في النحو بنقول افعال لازمه، اللي هي عكس المتعديه. الفعل المتعدي اللي هو transitivo بياخد مفعول به، لازم مفعول به. mentre invece verbi intransitivi افعال لازمه مش محتاج مفعول به، ده اللي هو كاتبه من قوسين tra parentesi اللي هو بين قوسين، che non hanno un oggetto، soggetto فاعل، oggetto مفعول به. فالverbi intransitivi اللي ما عندهمش مفعول به، زي برضه هنحفظهم لان بقى دي صعب ان انت تجيبها بالمعنى خالص او بالسنس. essere، succedere، يحدث، morire، يموت، عكسها nascere، يولد، piacere، يعجب، costare، يكلف، sembrare، يبدو، servire، يخدم، riuscire، هنا بقوسين A، riuscire A، ينجح فيه، diventare، يصبح، durare، يأخذ مدة زمنية. هتحفظهم كلهم زي ما هما كده. تمام؟ طيب ايه الفرق بينهم وبين الأفعال المتعدية؟ مثلا mangiare فعل متعدي، ليه؟ لأن أنا ما ينفعش أقول لك مثلا امبارح ho mangiato، امبارح أكلت، طب أنت أكلت ايه؟ أكلت مثلا una mela، هنا باستا، whatever. المهم ان اكلة محتاج مفعول به، وكلمة مفعول به مش مقصود بيها تكملة للجملة. يعني انا هنا مش هقول مثلا استري او سوتشداري او whatever وهقوم وقف الجملة، لا، انا هكمل الجملة عادي، بس تكملة الجملة دي مش مفعول به، فهي مسألة نحوية شوية. لذلك بقول لك ما تحكمش عليها بالسنس، احفظ دول انهم بياخدوا استري وخلاص. بعد كده اخر حالة اللي هي فيربي ريفلسيفي اللي هي الافعال المنعكسه، لسه ما اخدناهاش، وبيقول لك ان احنا ناخدها في اونيتا نوفي، زي الزارسي اللي هو ينهض، يعني مثلا يقوم يكون قاعد على الكرسي ويقوم يقف، يكون على السرير ويقوم كده يعني. زفاليارسي يستيقظ من النوم، لافارسي اللي هو يستحم. تمام؟ هناخدهم بقى لسه بالتفصيل في اونيتا نوفي، اللهم بلغنا اونيتا نوفي يعني. فاحنا هنطنش النقطه دي دلوقتي. افعال الحركه بتاخد استري، افعال البقاء في المنزل او في المكان عامه تاخد استري، الافعال اللي مش محتاجه مفعول بتاخد استري، اي حاجه غير دول كلهم بياخدوا افيري. نقرا برده هو كاتب ايه عن افيري. prendono come ausiliare il verbo avere، ايه بقى اللي بياخد افيري؟ i verbi transitivi، الافعال المتعديه اللي possono avere un oggetto، اللي ممكن يمتلكوا مفعول به، زي verbo chiamare، chiamare يدعو او ينده لحد، ينده لحد qualcuno، فانت لازم تنده على حد. انا مش هقول لك انا بنده، طب بتنده على مين؟ تمام؟ فانت كده بتنده على حد، ده هيكون الحد ده هيكون objecto، يبقى ده معناه ان الverb ده transitivo، يبقى بياخد افعال. mangiare، طب mangiare qualcosa، بياكل حاجه، الحاجه دي هتبقى مفعول به، يبقى ده verbo transitivo، يبقى ياخد افعال. dire، بيقول حاجه لحد، يبقى كل دول برضو مفعول به، اوجيتو، يبقى ده فيربو ترانستيف، يبقى ياخد اوزيلياري افيري. كل مره هنا بيقول لك اتشترا اتشترا، يعني في حاجات تانية كتير غير اللي هو كاتبها، بس احنا برضو نحفظ الامثال. دوه الكوني فيربي ان ترانستيف، لا اله الا الله، انت مش يبني فوق قلت ان هو الفيربي ان ترانستيف تاخد اوزيلياري استري، هنا بيقول لك الكوني. انا يعني ما اسف. الكوني اي
بعض الفيرب ترانسيتيف، فمش كلهم، هو ما قالش كل، فهنا برضو بيقول بعض، بس الاكتر بتاع الفيرب انترانسيتيف بياخد ايه؟ اسم. هنا بقى بيقول لك بعض الافعال المتعديه بتاخد افير زي دورميره ينام، ريدره يضحك، بيانجره يعيط، كامينار يمشي. هنا بقى خلي بالكم كامينار ده ممكن يوقعكم في ان انتوا تقولوا ده بتاع موفيمنتو، ما انت بتتحرك وما انت بتمشي، لا ده بقى مع الافير عادي. عشان كده انا بقول لك ما تحكمش عليها بالسنس، احفظ الامثله زي ما هي. معلش يعني في النقطه دي ابصم، انا عارفه ان في ناس ما تحبش تحفظ وتبصم وكده، بس معلش في النقطه دي البصم هو اهم حاجه. لافوراري يشتغل، كل دول بياخدوا افير، فحضرتك هتقعد تحفظ الامثله. عايز تخفف على نفسك ببساطه كل ده كده، بس تقول ده اللي يتحفظ عن ظهر قلب، اي حاجه غير دول تاخد افير. امين امين. طيب اخر حاجه بقى، خلاص انا اقفل، لو عارفه انتوا زهقتوا مني، ده لو كنت كملتوا الفيديو اصلا. افعال بتاخد سيا استر سيا افير، انا بحاول اكبر لكم بس الشاشه مش مكمله يعني. prendono come ausiliare بياخدوا المساعد سيا استر سيا افير، سواء استر او افير، يعني الاثنين بيمشوا صح، بس مش كل الحالات بتختلف في المعنى، وهنقرا ده دلوقتي من الاسامبل. الكوني فيربي كومي بعض الافعال زي، يلا عندنا اول هنا حاجه كامبياري، كامبياري يعني يغير او يبدل. اول مثال هنا بيقول جانا ا كامبياتو ماكينه، جانا غيرت عربيتها، يبقى جانا هي الفاعل، غيرت حاجه، ده كده غيرت مفعول. هنا ده كده فيربو ترانسيتيفو متعدي، الفيرب ترانسيتيفو بتاخد ايه؟ افيري، عشان كده قلنا افيري. mentre invece على العكس بقى هنا جانا اي كامبياتا، بصوا هنا استخدمت استرب، حطيت الكونكوردانس ظبطت التبعيه، هنا جانا في المنيله بس ما حطيتش تبعيه عشان ده افيري. ultimamente يعني مؤخرا، جانا اتغيرت ultimamente، ده كده بنعامله معامله الفيربو ريفلسيفو اللي هو قال عليه بياخد فيربو بياخد استر او زياره استر. جانا هي الفاعل وهي المفعول، هي اللي غيرت نفسها، فهي اللي غيرت وهي اللي اتغيرت. كابيتو كابيتو ان شاء الله كابيتو، عشان كده استخدمنا استر. فلما يكون الفعل متعدي يعني بياخد مفعول به هيكون ايه؟ افير. لو يكون الفعل وقع على نفسه او الفعل هو المفعول بناخد افير. على فكره لو مفهمتوش النقطه دي عادي، مش دلوقتي، ده مرحله متقدمه قوي قوي، فانتوا كفايه عليكم يعني انتوا ذاكرتوا اللي فات. passare يعدي او يمر، abbiamo passato un mese in montagna، هنا بقى بمعنى يقضي، احنا قضينا شهر في المونتانيا على الجبل، احنا قضينا، تمام، بس مش احنا اللي تقضينا، فده السوجيتو مش هو الاوبجيكتو، هنا اصلا مفيش اوبجيكتو، تمام، فاحنا قضينا شهر على الجبل عادي. passare هنا باستر مش بمعنى يمر على فكره، لو بمعنى يمر من مكان لمكان هياخد اوزيار استري، لكن هنا بمعنى يقضي، فعل مش موفيمنتو يعني عادي يقضي وقت، فهنا استخدم اوزيار افيري. الجمله الثانيه بيقول sono passate già due ore، già يعني بالفعل، due ore ساعتين، عدى من الزمن ساعتين، فالساعتين هما اللي عدوا، هما الفعل والمفعول في نفسهم، هما اللي عدوا وتعدوا يعني. sono passate already عدوا ساعتين، فالساعتين هما اللي عدوا، يعني مش عارفه اقولها لكم بالعربي ازاي، بس هما الفعل وهما المفعول، عشان كده استخدم استر وحط تبعيه تبع الاوري وخليها passate. انا بحاول افهمها لكم لو مش فاهمين عادي. طيب نخش هنا finire ينهي، ده مش محتاج استر ولا حاجه، ده عادي يعني فعل عادي، لا هو حركه ولا بقاء في مكان ولا منعكس ولا متعدي ولا قصدي لازم. finire ينهي، هنا هو متعدي لان هو لازم ينهي حاجه، فالافعال المتعديه دي بتاخد افيري. او appena ده اللي هو حالا، لسه حالا مخلص. او appena finito لسه مخلص دي studiare، لسه حالا مخلص مذاكره، فانا اللي لسه مخلص ايه؟ مذاكره.
يبقى مش أنا، يعني أنا الفاعل بس مش أنا الفاعل المفعول، مش أنا اللي خلصت يعني، فأفير عادي. لكن هنا la lezione è finita، هو اللي نهى وانتهى، الفعل وقع على نفسه. un'ora fa، منذ ساعة، الدرس خلص من ساعة، مش أنا اللي خلصته، هو اللي خلص نفسه بنفسه. هي يعني ممكن تكون غريبة شوية في الترجمة، بس هي في الإيطالي الكونسبت ده هو اللي موجود. يعني هل أنا اللي خلصت الدرس؟ لا، لو قلت ho finito la lezione يبقى أنا خلصت الدرس، لكن الدرس هو اللي خلص، خلص نفسه بنفسه، ho finito انتهى. تمام، دي بنتعامل معاها شوية معاملة الأفعال المعاكسة، تفهموها لما نشرح الأفعال المعاكسة، لأن هي تعتبر صيغة مبنية للمجهول، أو إن الفعل انتهى، مين اللي نهاه بقى مش مهم. فهنا نستخدم استري أو زياري. عندنا كمان زي شندري، ينزل، صاليري، يصعد، مع إننا قايلين إن مثلا صاليري بياخد استري، لا، في حالة تانية بياخد فيها افي، قلنا على حسب المعنى، هل مثلا الحاجة هي اللي صعدت بنفسها ولا حد صعدها. صعب أنا عارفة، بس يعني هتيجي قدام. كومينشاري يبدأ، كوريري يجري. تمام، برضو قلنا يعني كوريري كده معناه يعني فعل حركة، بس برضو ساعات بياخد ده ساعات بياخد ده. بص، ممكن تطنشوا الجزء ده خالص خالص دلوقتي، تمام، ولما ناخد الفيرب ريفلستيفي ونمشي شويه كده في الباستو بروستيمو هيتفهم. فلو ما فهمتوش حتى من الشرح دلوقتي عادي، يعني المشكله مش فيكم، المشكله ان هو سابق الجزء ده شويه. اهم حاجه تتحفظ الافعال اللي بتاخد استري، وان استري بياخد تبعيه في البارتيسيبي باستو، اي حاجه غير دول بتاخد افيري. تحلوا لي بقى اكزامبل بالهبل بالهبل، اي فعل انتوا عارفينه في الحياه من يوم ما بدانا نتعلم ايطالي، تكتبوه في ورقه وتكتبوا وتبداوا تصرفوه في الباستاتو بروستيمو، جدول كده مثلا فيرب كومينشاري، وتقوم سايب 6 سطور وبعدين واخد سطر، عامل كده سطر بالقلم، وبعدين كاتب فيربو تاني مثلا ستودياري، فينيري، ترندري. اخدنا يعني عشرات الافعال من ساعه ما بدانا، في ال6 سطور بقى دول ال6 ضماير، وتصرف لي الايه الفيربو، تحط الاوزيلياري صح وتحط التبعيه صح، افيري بياخد تبعية، استري ما بياخدش. طيب اتأكد ازاي؟ في ابليكيشنز كتير كتير بتعمل كونيوجاتسيون للفيرب، بتصرف الافعال مع كل الضمائر. اكتبوا مثلا في ابليكيشن، مثلا مبدئيا ابليكيشن ويب سايت اسمه فيربي ايطاليان، الافعال الايطالية، بتكتب هو كده بعد ما تفتح الموقع هتلاقي فيه خانة للسيرش، بتكتب فيها الفيربو، بيجيب لك الفيرب متصرف مع كل الضمائر في كل الأزمنة. فانت هتبص كده هتلاقي بالخط الأحمر presente، ومصرفه لك مع presente، تحته هيبقى passato prossimo، هتلاقيه بقى مصرف مع passato prossimo، صححه بقى لنفسك. تمام، ده درس مهم جدا، لو ما تأسستوش فيه في كل نقطة فيه بجد بجد هتندموا. حلوا ازمبي كتير، حلوا مثلا في السكتش بتاعكم وصوروني وصحح لكم، ممكن تنزلوها على الجروب، عايزين تتوافقوا من تاني براحتكم. على فكرة الفيديو اللي فات محدش كتب اي ازاشيتسي، محدش حل اي حاجة، بس انا قلت يمكن انتم معذورين عشان دي فترة امتحانات، فانا هكمل كده، بس لو محدش فضل يحل انا فعلا هتفصل من الشرح، لان ما ينفعش بالذات الجراماتيكا ان انت ما تحلش. تمام، فهبقى اعمل فيديوهات برضو عن الحل، بس قدام شوية لازم تحل الاول بايدك كتير ويتصحح لك. اوكي، اللهم بلغ. اللورا تي فيديامو البروسيمو فيديو، هنكمل انت، هنكمل كمان بقى برضو ديالوج تاني وحاجة تانية كتير، زي ما احنا قلنا اللي هناخد في الانتا دي، الانتا تقيلة، فكرها اول باول بس كده. عليك داشتي.